السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دكتورة، واضحة الصورة والصوت؟ ايه دكتور، واضحين. تمام، على الساعة 7 إن شاء الله بنبلش. إن شاء الله. يلا راح نبدأ المحاضرة. تمام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم التهاب الكبد والكلي الثانوي بآلي غير مناعي. بالمحاضرة السابقة درسنا التهاب الكبد والكلي بآلي مناعي، اليوم راح ندرس اللي أنواع من التهاب الكبد والكلي بآلي غير مناعي، وراح ندرس أهم الأمراض الداء السكري والداء النشواني والتهاب الكبد الكلي الثانوي في سياق الانتانات وفي سياق الخباثة. الداء السكري واعتلال الكلي السكري من أهم الأمراض اللي تشاهد في سياق الداء السكري، ويجب على كل طبيب أن يكون عنده فكرة كثير منيحة عن اعتلال الكلي السكري. السكري مرض شائع وخطير، ويزداد انتشاره بشكل مستمر نتيجة تغير نمط الحياة وتغير النمط المتبع في أيامنا. معظم مرضى غسيل الكلي في أمريكا هم مرضى سكري، وهو السبب الأشيع لقصور الكلي المزمن في كل أنحاء العالم. فكرة بسيطة بس، في أنماط داء السكري مثل ما بتعرفوا، داء السكري النمط الأول أو الشبابي أو المعتمد على الأنسولين، هذا يشخص منذ بداياتي عادة، لأنه عادة بيتظهر بأعراض حادة، غالبا ارتفاع سكر دم شديد، وأحيانا يكتشف لأول مرة بحماض خلوني سكر. بيعتمد علاجه على الأنسولين، وهذا النمط مدروس بشكل أكبر من النمط الثاني. يحتاج هذا النمط، النمط الأول، إلى 15 سنة تقريبا لإحداث القصور الكلي. داء السكري النمط الثاني أو الكهلة أو الغير معتمد على الأنسولين، هذا أشيع بكثير من النمط الأول، وتقريبا يشكل 80-90% من حالات داء السكري، وهو أسوأ إنذار من النمط الأول لأنه بيتطور عادة بشكل تدريجي، وعادة لا يكتشف إلا بعد مرور سنوات، وبالتالي لا نستطيع تحديد عدد السنوات التي حصلت خلالها الأذية، وقد تكون الأذية الكلوية في مراحل متقدمة عند اكتشاف داء السكري النمط الثاني. بيعتمد تدبيره على خفض السكر الفموي، وأحيانا بالمراحل المتأخرة قد نلجأ إلى الأنسولين. هوني في نقطة، إذا تم تشخيص الداء السكري منذ 5 سنوات مثلا، إذا كان من النمط الأول نقول أنه بدأ منذ 5 سنوات، بينما في النمط الثاني نقول أنه مكتشف منذ 5 سنوات.
مكتشف منذ 5 سنوات، لأنه ممكن يكون من سنة أو سنتين بادي عند المريض والمريض مو حاسس على حال. الاختلاطات داء السكري للسكري وخصوصا غير المضبوط، اختلاطات تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة وأهم الكلي والجهاز القلبي الوعائي والدماغ وشبكية العين. ومثل ما بتعرفوا داء السكري بيأثر على الأوعي، في عنا اعتلال أوعي دقيقة واعتلال أوعي كبيرة. والسبب الأول للوفاة عند مريض السكري هي الأمراض القلبية، وبيأتي بالمرتبة الثانية اعتلال الكلي السكري. من أهم تظاهرات السكري البولي هي البيلي السكري وتعدد البيلات. رح ندرس بهالمحاضرة هاي الأذية الكبية الحاصلة بالداء السكري، تنخر حليمات الكلي والإنتانات البولية والمثاني العصبية والقصور الكلوي بشكل حاد والمزمن في المحاضرات اللاحقة. على الأذية الكبية في سياق الداء السكري، أهم أذية يسببها الداء السكري وهي أذية تراكمية تحتاج إلى عدة سنوات حتى تتظاهر بشكل الكامل. آلية الأذية الكبية بالداء السكري، يمكن أن تحدث الأذية الكبية في كلا نمطي الداء السكري، وذلك بمساهمة آليتين رئيسيتين، وهي التسكير اللا إنزيمي أو بسموها النن إنزيماتيك جليكوسيليشن، بيؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة إلى تفاعل السكر تلقائيا وبشكل غير أنزيمي مع بعض الحموض الأمينية بتفاعل يسمى تسكير اللا إنزيمي النن إنزيماتيك جليكوسيليشن، عوامل النمو وعوامل الالتهاب بيؤدي لتصلب الأوعي والمنطقة الميزانشية الكبي الكلوي، وأيضا بيؤدي لزيادة نفوذية الأوعي والأنابيب للبروتينات، وذلك عندما يعني يحدث التسكير في الأغشية القاعدة. الآلي الثاني هي ارتفاع الضغط داخل الكوبيبي وبسموه الانترا جلوميلورال هايبر تنشن، هذا ينتج عن تضيق الشرايين الصادر عن الكوبي بشكل رئيسي، وهذا بيحدث بآليتين. الآلية الأولى مثل ما ذكرنا آلية التسكير اللازمة والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين الصادر ومن ثم تضيقه. الآلية الثانية هي زيادة إفراز الأنجوتنسين 2 التي تحدث في سياق الداء السكري. الآليتين السابقتين تؤثران على الشرايين الصادر أكثر من الشرايين الوارد، واللي هي بتصيب الشرايين الصادر بشكل رئيسي، أما الشرايين الوارد فيتوسع بتأثير عوامل النمو وبروستاجلاندينات معين. يمكن تلخيص آلية الأذية الكبية في الداء السكري وفقا لما يلي: بيحدث تضيق بالشرايين الصادر مع توسع بالشرايين الوارد، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط المائي السكوني ضمن الكبي يعني ضمن محفظة الضغمان، مما يؤدي إلى زيادة معدل الرشح الكبي. التسكير اللا إنزيمي زائد الارتفاع طويل الأمد في الضغط داخل الكبي بيؤدي إلى أذية الكبب وتصلبها. وما بننسى دور التسكير اللا إنزيمي في زيادة نفوذية الأوعي والأنابيب الكلوي للبروتين. هلا مراحل الأذية الكبي سريريا، تحدث الأذية الكبية على عدة مراحل، هي لازم ما تنسوها وبتمر معكم بأماكن كثيرة متى ما درست السكري واعتلال الكلي السكري. المرحلة الأولى بيحدث فيها زيادة بالرشح الكبي وحجم الكبد. المرحلة الثانية تتطور فيها البيل البروتيني وبتراجع الرشح الكبي. المرحلة الثالثة هي قد تصل في النهاية إلى القصور الكلوي المزمن. هلا المرحلة الأولى مثل ما ذكرنا زيادة الرشح الكبة وزيادة حجم الكبب بسموها الهايبر فلتريشن، وهي أبكر مراحل اعتلال الكلي السكري. قد يكون السكري حينها غير مكتشف وغير مضبوط خصوصا خلال السنوات الأولى، وخصوصا مثل ما ذكرنا النمط الثاني. الآلي تحدث نتيجة زيادة ضغط الماء السكري ضمن الكبي نتيجة تضيق شرايين الصادر. هلا التغيرات اللي تحصل في هذه المرحلة، بيحدث فرط تنسج فبتتضخم الكبد والكليتين بالمرحلة الأولى من اعتلال الكلي السكري اللي هي مرحلة زيادة معدل الرشح الكبي، بيكون حجم الكلي أكبر من الطبيعي وبيزداد معدل الرشح الكبي عن القيمة الطبيعية، وبالتالي كذلك تزداد
تصفيه الكرياتينين وبينخفض حتى الكرياتينين المصل. وغالبا هاي المرحله بتكون صامته، تكون كميه الالبومين في البول طبيعيه مثل ما ذكرنا، مقدار الالبومين الطبيعي عند الشخص الطبيعي اقل من 30 ميلي جرام في بول 24 ساعه، قد تترافق مع ارتفاع التوتر الشرياني، ولكن في الغالب بتكون لا عرضي. في المرحله الاولى من الاذى الكبي تزداد كل وظائف الكلى. في المرحله الثانيه هي اذى الغشاء القاعدي وظهور البيبي البروتيني، هون بيتاذى الغشاء القاعدي ويفقد شحنته السلبي، فمثل ما ذكرنا لما بيفقد الغشاء القاعدي شحنته السلبي بيحصل تسرب للبروتين. هوني تندرج تحت البيبي البروتيني المراحل الفرعيه التالية. المرحله الاولى وهي بيلي الالبومين المجهري او الزهيدي بسموها المايكرو البومين يوريا، والمرحله الثانيه بتصير فيها بيلي بروتيني صريحه يعني ماكرو بروتين يوريا، والمرحله الثالثه هي المرحله النفروزيه والداء اللي بيؤدي وقت اللي بتتصلب الكبد بسموه، وهي الاذيه الوصفيه للاعتلال الكلي السكري بسموها تناظر كيميل ستيل ويلسون. المرحله الثالثه هي مرحله القصور الكلوي المزمن، تستمر الاذيه الكبي بالترقي ونصل لمرحله الداء الكلوي الانتهائي الاند ستيج رينال ديزيز خلال 10 ل 20 سنه، وبعدها بيحتاج المريض للتحال او زرع الكلى. يعتبر الاعتلال الكلوي السكري السبب الاول للقصور الكلوي المزمن في كل انحاء العالم. مثل ما ذكرنا ببدايه المحاضرات، نبدا بالتحال مبكرا عند مرضى القصور الكلوي المزمن المصابين بالسكري، وذلك عندما يصل معدل رشح الكبه الى 15 فما دون. اما عند مرضى القصور الكلوي المزمن غير سكريين فبننتظر حتى تنخفض قيمه رشح الكبه الى 10 مللتر بالدقيقه. هلا تطور بيله الالبومين في سياق الداء السكري، يمكن تقييم تقدم الاعتلال الكلوي السكري من خلال ملاحظة تطور بيلة الألبومين من طبيعي إلى مجهري إلى صريحة، ومن ثم تطور إلى مرحلة نفروزي. هلأ هاي الشغلة كتير مهمة، بيلة الألبومين المجهري المايكرو ألبومين يوريا تبدأ هذه المرحلة بعد عدة سنوات، تقريبا من 5 إلى 10 سنوات من بداية الداء السكري، يبدأ الغشاء القاعدي الكبي بالتنكس وبيؤدي لتسرب الألبومين عبره بكميات قليلة تقدر ب 30 ل 300 ميلي جرام في بول 24 ساعة. مثل ما ذكرنا بيلة الألبومين الطبيعية عند الشخص الطبيعي هي أقل من 30 ميلي جرام بول 24 ساعة، أما بيلة الألبومين إيمت نسميها بيلة الألبومين مجهرية نسميها وقت بيوصل مقدار الألبومين في بول 24 ساعة من 30 ل 300 ميلي جرام في بول 24 ساعة. طبعا انتبهوا بيلة الألبومين المجهرية لا تستطيع شرائط الكشف الدبستيك بفحص البول أن تكتشفها ما دام أقل من 300 ميلي جرام ديسلتر، لذلك لكشف بيلة الألبومين المجهرية لازم جمع بول 24 ساعة ومعايرة الألبومين فيها. شرائط الدبستيك اللي بيستخدموها لتحليل البول العادي ما بتكتشف بيلة الألبومين المجهرية. تعتبر بيلة الألبومين المجهرية أول علامة تدل على إصابة الغشاء القاعدة، وتقريبا هي أول علامة بتدل على بداية اعتلال الكلى السكري. لذلك يجب أن يقوم المريض بعد تشخيص داء السكري لديه بفحص دوري جمع بول 24 ساعة كل 6 أشهر لكشف بيلة الألبومين المجهري. تتوقف في هذه المرحلة التغيرات الحاصلة في المرحلة الأولى. طبعا مثل ما ذكرنا المرحلة الأولى بكون زيادة معدل رشح الكبة وزيادة حجم الكبة والكليتين. المرحلة الثانية هي بيلة الألبومين المجهري. بهالمرحلة هي بتوقف زيادة معدل رشح الكبة فيصبح الرشح الكبة طبيعيا وتتوقف الكلي عن التضخم. هلا أهمية كشف هي بيلة الألبومين المجهري بتترافق عادة بيلة الألبومين المجهري مع زيادة المخاطر الوعائية القلبية لدى مرضى السكري، لأنه غالبا هي بتحصل عندما بيكون المريض عنده اعتلال أوعي دقيقة مايكرو أنجيوباثي، يعني نتوقع أنه المريض اللي عنده بيلة ألبومين مجهري
السكري حتى يكون عنده إصابة بالشرايين الدقيقة للشبكية لشبكية العين، حيث يمكن اعتبار وجود بنبة ألبومين مجهري عند مرضى داء السكري مؤشرا على وجود أذي ليس فقط في الأوعية الكلوي، وإنما أيضا وجود أذي وعائي معممي أكثر في الجسم، خصوصا الأوعية الدقيقة، أوعية الشبكية والقلب والدماغ. وغياب بنبة الألبومين المجهري يعني سلامة تلك الأوعية غالبا. لذلك غالبا ما الواحد ترافق بيلة الألبومين المجهري مع وجود إصابة في أوعية الشبكية أيضا، إضافة إلى أنه يعني من أين تأتي أهميتها، هاي المرحلة تعتبر المرحلة الذهبية لأنها تستجيب للعلاج. يعني بيلة الألبومين المجهري هي بتكون قابلة للتراجع بضبط الداء السكري وضبط الضغط الشرياني وإعطاء حصيلة الحمير القلبي للأنجوتنسين. لذلك يعطى جميع مرضى البيل البروتيني خافضات الضغط من نمط حصيرات الخمير القلبي الانجيوتنسين اسيد انهبيترز او حصيرات مستقبلات الانجيوتنسين انجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، حتى انتبهوا لي على النقطه، حتى وان لم يكن لدى المريض ارتفاع في الضغط الشرياني الجهازي. ورح نذكر لاحقا شو اليته وكيف اليته بتخفيض البيل البروتيني حتى عند المريض اللي بيكون سوي الضغط الشرياني الجهاز. هلا ضبط السكري وضبط الضغط بإعطاء الكابتوبريل أو مركبات الأسين هيبيترز في مرحلة بيلة الألبومين المجهري قد يفيدان في جعلها تتراجع. لذلك تعتبر هي المرحلة الذهب. هلا المرحلة اللي بعدها بيلة الألبومين الصريحة، وهي عندما تجاوز البيل البروتيني أكثر من 300 ميلي جرام في بول 24 ساعة، وتصبح قابلة بهالمرحلة للكشف بواسطة شرائط الحساسة للبروتين، وقتها نقول إنه هي بيلة بروتين صريحة. وتصبح إيجابية الشرائط ثابتة عندما تتجاوز البيل البروتيني نص جرام في بول 24 ساعة. يعلن ظهور بيلة الألبومين الصريحة بداية الاعتلال الكلوي السكري الصريح، حيث تبدأ بعدها وظائف الكلي بالتراجع، ويبدأ العد التنازلي إذ تخسر الكلي 1% من وظيفتها كل شهر، أي حوالي 12% من وظيفة الكلوية في السنة، ويتناقص معدل الرشح الكبي بمعدل 1 ميلي بالشهر. أي بعد 5 إلى 7 سنوات من البيل البروتيني الصريحة سيصاب المريض بالقصور الكلوي ويحتاج إلى التحقق. يمكن أن نشاهد أيضا ارتفاع في الضغط الشرياني لدى هؤلاء المرضى اللي بيكون عندهم بيلي بروتيني صريحة. هاي المرحلة بتصبح غير قابلة للتراجع، ما بتعود قابلة للتراجع مثل بيلة الألبومين الجري، ولكن فقط يمكن إبطاء سير الإصابة وتأخير وصول المريض للمراحل النهائية للقصور الكلوي المزمن بضبط الضغط والسكر. هلا المرحله البيلي النفروزي، وهي تناظر كيميل ستيل ويلسون، هاي تشاهد داء السكري المتقدم بعد 10 سنوات من حدوث البيل البروتيني المجهري. التبدلات الحاصله بهي المرحله بتكون بيلي بروتيني غزيره، يعني تناظر نفروزي، بتكون البيلي اكثر من 3 جرام بروتين في بول 24 ساعه، فالامر اللي بيؤدي لحدوث نقص البومين الدم وتطور الوذمان. ايضا بتترافق مع ارتفاع بالضغط الشرياني وخساره مترقي بسرعه في الوظيفه الكلويه. فعند ما بيوصل المريض للمرحله النفروزي غالبا ما يحتاج المريض الى التحاليل الدمويه خلال سنه الى سنتين. لذلك نؤكد على اهميه الوقايه من الوصول لهذه المرحله بضبط الداء السكري والضغط الشرياني واستخدام حصيرات الخمير القلبي للانجو تنسي. هلا العلاقه بين ارتفاع الضغط الشرياني والاذيه الكبي في الداء السكري، تساهم الاذيه الكلويه السكريه في تطور ارتفاع التوتر الشرياني او تفاقمه في حال كان موجود سابقا، كما ان وجود ارتفاع توتر شرياني مرافق للداء السكري يفاقم الاذيه الكلويه الحاصله، فبيدخل المريض بحلقه معيب. إذا المريض بالأصل عنده داء سكري ودخل باعتلال كلي سكري، فاعتلال كلي سكري
بيؤدي لارتفاع الضغط الشرياني، وارتفاع الضغط الشرياني بنفسه هو بيؤدي لزيادة الأداء الكلوي، وبالتالي بيدخل المريض بالحلقة المعدية. يعتبر ضبط الضغط أهم من ضبط مستوى السكر الدم بذاته، لأن وجود ارتفاع توتر شرياني مرافق للسكري يسيء بشدة الأداء الكلوي، وضبطه يؤخر كثيرا من تقدم الأداء الكلوي الحاصل. انتبهوا، التارجت عند مرضى السكري، تارجت الضغط يعني الهدف من ضبط الضغط عند مرضى الداء السكري هو أن يكون مستوى الضغط الشرياني الجهازي أقل من 130 على 80 ملمتر زبقي، وهي شغلة كتير مهمة. إذا سألته شو الهدف من ضبط الضغط أو التارجت تبع الضغط عند مريض الداء السكري، لازم يكون الضغط عنده أقل من 130 على 80. هلا تشخيص الاعتلال الكلوي السكري، مثل ما ذكرنا بالكبب عند مريض السكري في المرحلة الأولى بتكون كبيرة الحجم وغير ضامرة عكس باقي آفات الكلي المزمنة، فتعطي مظهرا طبيعيا كاذبا للقشر الكلوي على الإيكو على الرغم من وجود بيلي بروتينين. أي عند مرضى الداء السكري قد يكون الإيكو طبيعي، لكن بروتين البول ممكن يكون يوصل ل 10 ميلي جرام بالديسيلتر. لذلك فإن الاستقصاء الأهم والأول للتأكد من سلامة الكلي هو تحري بيلي الألبومين المجهري، لأن الإيكو غير مشخص للسكر، وفي حال إهمال المريض وعدم مراجعته للطبيب بشكل دوري وتحوله لبيلي بروتيني ثابتي، فإن المريض بدءا من هذه المرحلة سيخسر 15% من وظيفة الكلي كل سنة. هلأ بالنسبة لخزعة الكلي، خزعة الكلي غير مستطبي بشكل روتيني في اعتلال الكلي السكري إلا في حال الشك أنه سبب بيلي البروتيني أو بيلي الألبومين سبب آخر غير الداء السكري. في حال ترافق النفروز مع، لكن بشكل عام انتبهوا على النقطة، في حال ترافق النفروز أو البيل البروتيني الغزيرة مع أذي بالشبكي لا يستطب إجراء خزعة، لأن إصابة الشبكي مثل ما ذكرنا هي من مكونات اعتلال الأوعي الدقيقة، وبالتالي تعني ضمناً إصابة الكبب في الكلي. أما في حال سلامة الشبكي، يعني المريض ما كان عنده اعتلال كلي، اعتلال شبكي سكري، ووجدنا عنده بيل بروتيني غزيرة، فهوني منفكر بسبب آخر للبيل البروتيني غير الداء السكري، وهوني يستطب إجراء الخزعة. هلا تدبير اعتلال الكلي السكري لازم كلكم تتنبهوا له وتعرفوه. خافضات سكر دم عند التطور الإصابي الكلوي للقصور كلوي عند مريض سكري يعالج فقط بالأنسولين. انتبهوا، عندما مريض السكري بيوصل للمراحل النهائية للقصور الكلوي المزمن يعالج فقط بالأنسولين، ويمنع استخدام خافضات السكر الفموي لأنه قد تتراكم في الدم ويتأخر إطراحها، وبالتالي بتؤدي لحدوث نوبات هبوط سكر الدم المفاجئ نتيجة تأخر الإطراح الكلوي. إعطاء حصيرات بيتا أو حصيرات الخمير القالبي للأنجوتنسين أو حصيرات مستقبلات الأنجوتنسين، وذلك حتى مثل ما ذكرنا في حال عدم وجود ارتفاع توتر الشرياني، حيث تفيد مركبات الأسينيبيتر ومركبات الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر في حماية الكلي والحد من البيلي البروتيني، وأيضا تعتبر هي الدواء الأفضل لضبط الضغط الشرياني عند مريض السكر. بشكل عام إذا جاءت مريض سكري وحدث عنده ارتفاع توتر شرياني، فالأفضل الأدوية لعلاج الضغط بهالحالة هي إما بيكون هو الأسي إنيبيتورز مثل مركبات الكابتوبريل والإنلابريل والليزنوبريل، أو الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر اللوسارتان والفالسارتان والتيلميسارتان وهالمركبات. مثل ما ذكرنا، ليش يستطب إعطاء حاصرات الخمير القلبي للأنجوتنسين أو الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر لمريض عنده بيلي بروتيني أو بيلي ألبومين مجهري حتى لو ما كان عنده ارتفاع الضغط؟ مثل ما ذكرنا بيكون الضغط السكري ضمن الكبي مرتفع اصلا لدى مرضى السكري حتى بغياب ارتفاع الضغط الشرياني، والآلية السبب الاساسي مثل ما قلنا تضيق الشرايين الصادر،
فإذا أعطينا الأسي إنهبتر مثل الكابتوبريل، هاي بتوقف بتحصر الخمير القلبي للأنجوتنسين، وبالتالي بتمنع تحول الأنجوتنسين 1 للأنجوتنسين 2، فمنع تحوله للأنجوتنسين 2 بتؤدي لتوسع الشريان الصادر، وبالتالي لما بتوسع الشريان الصادر بيخف الضغط السكوني ضمن محفظة بومان، بيؤدي لحدوث تخفيف الرشح الكبدي. لكن بشكل مختصر انه لما نعطي احنا الاسي انهبيتر او مركبات الانجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر لتخفيف البيل البروتيني، بتخفف الضغط ضمن الكبدي بغض النظر عن تاثيره على الضغط الجهاز. لذلك نجا لاعطاء مرضى السكري الكابتوبريل على الرغم من غياب ارتفاع الضغط الشرياني لديهم، فتؤدي تباطؤ حدوث الاذى. هلا الحمي عند مريض عند مرضى كلية الكليه السكري في شغلات مهمه. طبعا حميه مريض القصور الكلوي في سياق السكري عاده بتكون صعبه، لازم تكون انتبهوا مو بكره بس بالاسئله يقول لك حميه غنيه بالبروتين، لازم تكون حميه المريض السكري منخفضه البروتين او قليله البروتين لمنع تراكم البوري والكرياتينين، ايضا لازم تكون منخفضة البوتاسيوم لانه مرضى اعتلال الكلى السكري ميالين نحو ارتفاع البوتاسيوم، وايضا لازم تكون بالطبع منخفضة النشويات والسكريات قدر الامكان لضبط الداء السكري. هلا المعالجه المعيضه للكلى يقصد بذلك اما غسيل الكلى او زرع كلى جديد بعد حدوث القصور الكلوي المزمن. هلا غسيل الكلى، عند غسيل الكلى يجب اعطاء الهبارين، ولكن بشكل روتيني عادة عند مرضى غسيل الكلى يعطى الهبارين، ولكن إعطاؤه قد يؤدي إلى حدوث نزوب بالشبكية بسبب خلل وعائي مثل ما ذكرنا. المرضى الداء السكري بيكون عندهم اعتلال شبكية سكري، كما أن المقوي الوعائي تكون ضعيفة عند المريض، فهو يعاني دوما من هبوط ضغط انتصابه بسبب اعتلال الأعصاب الذاتي الذي يحصل في سياق الداء السكري. زرع الكلى، عند زرع الكلى يجب إعطاء مثبطات للمناعة، وهذا يؤهل لحدوث إنتانات انتهازية بشكل كبير، وأصلاً بالأصل هو مريض السكري بيكون ضعيف مناعياً، ومع ذلك يبقى زرع الكلى مفضلاً من حيث البقية على التحال الدموي في تدبير القصور الكلوي المزمن عند مرضى الداء السكري. يعني مهما عملنا راح يبقى هناك مشاكل عند المريض، لذلك الحل الأفضل هو تجنب حدوث الأذية الكلوية يعني أو الوقاية منها وتأخيرها من خلال ضبط الضغط والسكر. ملاحظة، على عكس الآليات المناعية مثل ما درسنا بالمحاضرة السابقة، الآفات الكلوية الاستقلابية ومنها الداء السكري لا تستجيب للعلاج بمثبطات مناعة ولا الكورتيزون ولا فيصاد البلازما، إنما تزيد الحالة سوءا، حيث أن الكورتيزون سيؤدي إلى ارتفاع سكر الدم ومثبطات مناعة ستؤدي إلى زيادة إمكانية حدوث الإنتانات الانتهازية. هلأ رح نحكي عن أذيات جهاز البول الأخرى المشاهدة في سياق الداء السكري، ونبدأ بالإنتانات البولية. الداء السكري يؤهل لحدوث الإنتانات البولية السفلية ومنها التهاب المثاني، وأيضا العلوي الطبق البولي العلوي ومنها التهاب الحويضة والكلي، وذلك بأكثر من آلي. ومن أهمها البيل السكري، أي وجود سكر في البول، فوجود سكر في البول هو بحد ذاته مشجع نمو البكتيريا والجراثيم، أيضا ضعف المناعة. والآلي الثالثة هي ضعف إفراغ المثاني ووجود الثمالي البولي، وذلك بسبب الأذية العصبية في سياق الداء السكري. مثل ما ذكرنا مرضى الداء السكري بيحصل عندهم اعتلال أعصاب ذاتي، وبالتالي ممكن يتعرضوا لحدوث المثاني العصبية، يعني المريض ما بيفرغ المثاني بشكل كامل بعد كل تبول، وبالتالي بتبقى كمية 200 أو 300 مللتر، فهي تسمى الثمالي البولي، مما يؤدي إلى تطور ما يدعى بالمثاني العصبية التي تمنع المريض من إفراغ مثانته بشكل كامل مع بقاء ثمالي بولي تؤهب لنمو الجراثيم، لا سيما يعني خصوصا في حال وجود السكر بالبول. لذلك نجد أن هذه الانتهاب
السرطانات قد لا تستجيب للعلاج إلا عند معاكسة هذه المؤهبات ولا سيما الثماري البولي. تصنف الإنتانات البولي عند مرضى السكري فورا على أنها إنتانات مختلطة، ما في يعني والله تكون إنتانات بسيطة. كما أن التهاب الحويضة والكلي لديهم خطير وقد يترافق مع إنتان دم بنسبة عالية. يهد أيضا داء السكري إلى تطور الخراجات الكلوي وحول الكلوي. هلا في شغلة بتحصل بالداء السكري هي بسموها التهاب الحويضة والكلي النفاخي الانفيسيماتوس بيلو نفرايتس، يؤهب الداء السكري إلى حدوث شكل خاص من التهاب الحويضة والكلي، وهو التهاب الحويضة والكلي النفاخي وهو عبارة عن شكل منخر للكلي بشكل شديد. يعتبر التصوير الطبقي المحوري هو وسيلة الاستقصاء المفضلة لكشف هاي الحالة، والتدبير إما تدبير محافظ يعني بعلاج السوائل والصادات وضبط الضغط والشوارب، ولكن يعتبر استقصاء الكلي مصابي إسعافيا الخيار المفضل لدى معظم المرضى. هلأ مثل ما بتشوفوا بها الصورة هاي التهاب حويضة وكلي نفاخي، هاي تصوير طبقي محوري ولاحظوا بالكلي اليسرى، هذا بيسموه الانفيسيماتوس بيلونفرايتس. أما بالصورة اللي على اليمين لاحظوا وجود خراجات متعددة في الكلي وحول الكلي. بنجي على شغلة وهي تنخر الحليمات الكلوية البابيلاري نيكروسيس. مثل ما ذكرنا في المحاضرة الأولى معظم ترويد الكلي تكون باتجاه القشر الكلوي، بينما تكون ترويد اللب اللي يحتوي على الأنابيب والحليمات الكلوية قليلة نسبيا وقلنا تقريبا 10%، الأمر الذي يؤهل لحدوث نقص تروي في هذه الحليمات. هلا العوامل المؤهلة لتنخر الحليمات، عادة لا يحدث تنخر حليمات الكلي في الكلى السليمة، بل إن هذا المرض يحتاج إلى عامل مؤهب يقوم بإيذاء الكلي. وأهم العوامل المؤهبة داء السكري، حيث يزيد الأمر سوءا بإصابته للأوعي لأنه يؤدي لحدوث تصلب الشرينات، الأمر الذي يقلل من تروية اللب أكثر فأكثر. أيضا من العوامل المؤهبة التهاب الحويضة والكلي المزمن والانسداد البولي، وأيضا استعمال مضادات التهاب غير السيرويدي وفقر الدم المنجري. طبعا فقر الدم المنجري كمان يرسو بالدمويات وهو من الأمراض اللي قد يختلط مع حدوث نخر كلوي، لأنه ما تعرفوا فقر الدم المنجري بيترافق مع كريات منجلية ونوبات احتشاء ضمن الأوعي، فبالتالي ممكن يصيب الأوعي مغذي لحليمات كلية ويؤدي لحدوث نخر حليم. الآلي الإمراضي، هاي العوامل المؤهبة لها أثر سلبي على تنويت الكليتين، فقد تنخفض تنويت الحليمات لدرجة شديدة جدا بشكل كافي لتنخرها وسقوطها ضمن السبيل البولي. قد تؤدي هذه الحليمات المتنخرة إلى حدوث انسداد في الحالب، وقد يؤدي هذا الانسداد إلى استسقاء كلي مما يزيد الأمر سوءا. سريريا تظهر على شكل حمى وألم في الخاصرة مثل التهاب الحويضة والكلي، وأيضا بيلي دموية، وأحيانا قد قطع من الحليمات المتنخرة في البول يطرح المريض مع البول. التشخيص بيعتمد على القص السريري وفحص البول والراسب والتصوير الطبقي المحوري. بالتصوير الطبقي المحوري نشاهد تنخر الحليمات. مثل ما ذكرنا الحليمات المتنخرة قد تسبب انسداد في الحالب واستسقاء كلوي دون أن يظهر الانسداد بوضوح على الطبقة المحوري مقارنة مع الفحصيات البولية الواضحة. هلا هاي صورة عيانية لتنخر حليمات الكلي، هاي عن طريق تنظير الحالب بالطريق الراجع. لاحظوا كيف الحليمات الكلوية متنخرة. أما هاي تصوير طبقي محوري مع حقن مادي ظليلي، وهذا مظهر تنخر حليمات الكلي على التصوير الطبقي المحوري الظليل. العلاج عادة يكون داعم إماها وصادات، وقد نضطر لإزالة
الانسداد الحاصل بتركيب قسطره مثل القسطره اللي بركبها اطباء الجراحه البوليه الدبل جي. هلا المثاني العصبي من اختلاطات السكري البولي سبب اعتلال الاعصاب الذاتي في سياق الداء السكري، وهو بيحصل بسبب اعتلال الاعصاب الواردي من المثاني، وبالتالي نقص احساس بامتلاء المثاني وقله عدد مرات التبول، واعتلال الاعصاب الصادره للمثاني والمسؤولي عن افراغها، وبالتالي الفشل في افراغها بشكل تام، وينتهي الامر بالوصول الى ما يدعى الى سلس البول بالافاضه او الاوفر فلو انكونتيننس. مثل ما ذكرنا المثاني العصبي وبقاء ثمالي بولي يؤهبان للانتانات البولي. العلاج يرتكز على تحسين نوعيه حياه المريض، وايضا هناك بعض الادويه التي تعطى لعلاج المثاني العصبي ومنها البيتا نيكول، لكن في حال فشل هذه العلاجات نوجه المريض ونعلمه كيفية استخدام القسطرة البولية بنفسه، بيتعلم المريض كيف يركب القسطرة البولية نفسه كي يتمكن من إفراغ المثاني بشكل تام 3 مرات يوميا، وتفضل هذه الطريقة على استخدام القسطرة الدائم. هلأ من أهم الاختلاطات اللي ممكن تحصل عن مرضى الداء السكري وهي القصور الكلوي الحاد بعد حقن المواد الظليلي. تعتبر المواد الظليلي من المواد السامي للكلي، وتعتبر من أسباب القصور الكلوي الحاد، والآلية طبعا عند استخدام المواد الظليلي وحصل عند المريض قصور كلوي حاد، فالآلية بتكون بآلية النخر الأنبوبة الحاد، وليس انتبهوا ولا تخلطوا بين النخر الأنبوبة الحاد وبين نخر حليمات الكلي. نخر الأنبوب الحاد هذاك اللي بيحصل بالأنابيب الكلوي ضمن الكبي، وبيظهر على شكل قصور كلوي حاد، لا هو مختلف عن نخر الحليمات اللي حكينا عنه الآن، ورح ندرسه هذا بالقصور الكلوي الحاد. وعادة المواد الضليلي تؤثر بشكل خاص على الكلى المريضة أكثر من الكلى السليم. يعد داء السكري من أهم عوامل الخطورة للقصور الكلوي الحاد عند إجراء التصوير الضليل. مثلاً مريض داء سكري حصل عنده نقص تروي قلبي، فبدي يعملوا قسطرة قلبية اللي سواء كانت تشخيصية أو لزرع شبكات، وبالتالي أثناء القسطرة القلبية بيحقنوا مواد ظليلة، فهي ممكن تؤدي لحدوث قصور كلوي حاد إذا كان كرياتينين أكثر من 1.5 ميلي جرام ديسيلتر، أو إذا كان تصفية الكرياتينين أقل من 25 ملتر بالدقيقة. لذلك يعتبر تصوير الضليل عند مرضى أي مريض سواء كان سكري ولا غير سكري، أما خصوصا هو إذا كان سكري مضاد صلب إذا كان الكرياتينين أكثر من 1.5 ميلي جرام بالديسيلتر. يعتبر تصوير الضليل مضاد صلب عند مريض السكري، ولا يلجأ له إلا عند الضرورة القصوى وبشروط صارمة. طبعا إذا اضطرينا عند مريض السكري أو عند مريض عنده ارتفاع بأرقام البولي أو الكرياتينين، إذا اضطرينا لإجراء صورة ضليلي لازم نعطيه إماهة جيدة، نعطيه 3 أو 4 سيرومات ملحية قبل وأثناء إجراء التصوير الضليل. أيضا يعطى البيكربونات والإن أسيتيل سيستيين لحماية الكلى. هلا انتهينا من داء السكري وتأثيراته على الكلى، رح نجي ندرس مرض من الأمراض الاستقلابية اللي بتأثر على الكلى وهو الداء النشواني. الداء النشواني هو مجموعة من الأمراض المختلفة وليست مرض واحد، والتي تشترك جميعها بترسب المادة النشوانية أو بسموها الأميلويد خارج الخلايا، يعني في النسيج الخلالي في مختلف أعضاء الجسم. تختلف التظاهرات السريرية باختلاف العضو المصاب، لكنها جميعا تتمثل باضطراب وظيفة هذه الأعضاء. هلا تصنيف الداء النشواني له تصانيف كثيرة. الداء النشواني الموضع هذا سببه الأساسي التقدم بالعمر، وأكثر الأعضاء تعرضا للإصابة هي الدماغ والقلب ثم البنكرياس. هذا الداء النشواني الموضع. أما الداء النشواني الجهازي السيستميك هو في الغالب يصيب عدة
أعضاء في الجسم، الكلي والكبد والقلب، مسببا قصور هذه الأعضاء. يصنف الداء النشواني حسب المادة الأولية المترسبة إلى أنواع كثيرة، لكن أهم نمطين في الإصابة الكلوية انتبهوا لها، هاي بتمر معكم بأكثر من مكان. الداء النشواني ذو السلاسل الخفيفة أو بسموها اللاي تشين، أو الداء النشواني البدئي. الداء النشواني ذو السلاسل الخفيفة هذا بسموه الداء النشواني البدئي أو الأولي، سمي بالبدئي لأن المادة النشوانية لا تكون ناجمة عن مرض آخر، وهذا أشيع عند كبار السن، يتصف بتراكم البروتين يشتق من الخلايا المصورية أو الخلايا البلازمية، حيث تكون المادة الأولية هي السلاسل الخفيفة للجلوبينات المناعية والتي يشتق منها البروتين الخفيف النشواني، وأكثر ما يشاهد في سياق أمراض الخلايا البلازمية، وعلى رأسها الداء النقوي العديد أو المالتبل ميلوم. النوع الثاني هو الداء النشواني من نمط أميلوئيد AA، هذاك البدئي اسمه AL light chain، أما هذا النمط الأميلوئيد AA أو الداء النشواني الثانوي، سمي بالثانوي لأنه بكون ناتج عن وجود بعض الأمراض الالتهابية المزمنة، وأهم مثل حمى البحر الأبيض المتوسط وتوسع القصبات والسل والأمراض المزمنة وحتى داء الرثيانة. المادة المتراكمة فيه بشكل أساسي بتكون مكونة من البروتين المرتبط بالداء النشواني أميلويد أسوشيتد بروتين، يعني بسموه برمزولة AA. هلأ الآلة الأمراضية للداء النشواني، المادة النشوانية أو الأميلويد هي مادة بروتينية اللي فيه تميل للترسب بالنسيج الخلالي، تشتق هذه المادة من بروتينات معينة مثل الجلوبينات المناعية أو البروتين النشواني إيه، وبالتالي يزداد ترسب المادة النشوانية في حال الزيادة المرضية المستمرة في تركيز تلك البروتينات، وكمثال على ذلك زيادة بروتينات الطور الحاد في الأمراض المزمنة وزيادة السلاسل الخفيفة في الورم النقوي العديد أو المالتبل ميلوما، أو بسبب حدوث طفرة في البروتين تؤدي إلى خلل في عملية الطي والتجميع فيزداد ترسبه، مثل هناك بعض الحالات الوراثية للداء النشواني. فبالتالي الداء النشواني ممكن أن تكون أسبابه وراثية أو ورمية أو التهاب. الإصابة الكلوية في الداء النشواني، إصابة الكلي هي أشع إصابة عند حدوث الداء النشواني، قد تصاب الكبد الأنابيب أو الخلال أو الأوعي، لكن أهم بالنسبة لنا هي إصابة الكبد والأنابيب. تكون الأذية الكبية غالبا على مستوى الغشاء القاعدة، مما يسبب بالبروتيني نفروزي بشكل عام. الداء النشواني أشيع تظاهرة له على مستوى الكلي هي بتكون على شكل تناظر نفروزي. عذرا من تابع الأذية الكلوي الكبي غالبا بتكون على مستوى الغشاء القاعدة، مما يسبب بالبروتيني نفروزي، تتميز انها قد تصل لارقام بروتين كبيرة جدا وقد تبلغ 30 جرام
في بول 24 ساعة. فأشد أنواع البيلات البروتيني اللي ممكن تشاهدها هي تشاهد في سياق داء النشواني، وأيضا بتكون غالبا غير انتقائي. شو معنى غير انتقائي؟ مثل ما ذكرنا بالداء قليل التبدلات، بتكون البيلي البروتيني انتقائي، يعني بتكون على حساب البروتينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض مثل الألبومين، هي بتسمى سيليكتيف. أما إذا كانت البيلي غير انتقائي فمعناها بتكون شاملة كل أنواع البروتين، بتكون شاملة البروتينات الأخرى بالإضافة للألبومين وحتى عوامل التخثر. بيسبب نقص البروتينات انخفاضا في الضغط التناضحي للبلازما، مما يؤدي إلى حدوث وزمة. أحيانا قد تغيب الوزمات حتى حين تكون الأذية كبية وأنبوبية، فما بتستجيب الأنابيب للأدستيرون وبالتالي لا تظهر وزمة. هلا الداء النشواني البدء أو ذو السلاسل الخفيفة الـ AL أميلويد، هون بتشتق المادة النشوانية في هذه الحالة من السلاسل الخفيفة للجلوبينات المناعية، ويشاهد مثل ما ذكر بالورم النقوي العديد، وهذا رح نتحدث عنه بهي المحاضرة، وأيضا لنفوما لاهوتكين وداء والدن ستروم، وهو عبارة عن لنفوما. وطبعا كلمة لنفوما ما هي صحيحة، هو أحد أمراض الخلايا البلازمية، ولكن لا يصنف داء والدن ستروم ضمن اللنفومات، بيحصل على حساب خلايا تشبه الخلايا البلازمية والخلايا اللمفاوية، وبترافق مع ارتفاع مستوى الاي جي ام. هلا اللي بهمنا بندرس الاذيه الكلويه فقط اللي بتحصل في الورم النقوي العديد، ولا هو بالاصل هذا مرض دموي. هذا تكاثر خبيث على حساب الخلايا البلازمي، يؤدي الى انتاج كميات كبيره من البروتينات وحيد النسيلي. هاي البروتينات يمكن ان تكون جلوبولينات مناعيه كامله، اما اي جي جي او اي جي اي، أو سلاسل خفيفة فقط. مثل ما بتعرفوا الجلوبينات المناعية تتشكل من سلاسل خفيفة وسلاسل ثقيلة، فممكن يكون إما على حساب الجلوبين المناعي الكامل، وعادة بيكون من نوع الـ IgG أو الـ IgA، أو على حساب السلاسل الخفيفة فقط الكابا واللامدا. تؤدي زيادة إنتاج السلاسل الخفيفة في الورم النقوي العديد إلى ظهور هذه السلاسل في البول غالبا، وهذا ما نسميه بيلي بروتين بينز جونز، أو أحين بينز جونز. السلاسل الخفيف وقت تطرح بالبول فبتؤدي إلى بيلي من نوع خاص ومميز إلى الورم النقوي العديد، بسموها بيلي بينز جونز. رغم عمر بروتين بينز جونز اللي هو مشكل من السلاسل الخفيف للبول، فإن فحص البول والراسب لا يستطيع كشف هذا البروتين. طبعا انتبهوا، أحين بينز جونز حتى نكشفه ما بينكشف بفحص البول والراسب العادي، لازم ينعمل رحلان بروتينات كهربائي للبول حتى ينكشف أحين بينز جونز. آلة الإصابة الكلوية في الورم النقوي العديد هي المهمة، ولها سبع آليات. تطور الداء النشواني ذو السلاسل الخفيفة أو النشواني الأولي، قد تتحول السلاسل الخفيفة إلى مادة نشوانية تترسب وتسبب حدوث نفروز. الآلة الثانية احتلال وظيفة الأنابيب الكلوية القريبة، قد تحدث السلاسل الخفيفة أذية في الأنابيب البولية القريبة، مما يؤدي إلى تطور متلازمة فانكوني. إن شاء الله بس ندرس اعتلالات الأنابيب الكلوية وأنواع الحميضات الأنبوبة الكلوية. هاي متلازمة فانكوني تحدث بسبب داء السلاسل الخفيفة، أو تحصل في سياق الورم النقوي العديد، وبتؤدي إلى حدوث حماض أنبوبة كلوية من النمط القريب أو بسموه النمط الثاني، وهي نفسها متلازمة فانكوني. من الآليات أيضا الكلي النقوي الميلوما كيدني، بسبب زيادة إنتاج سلاسل خفيفة، هي لها تأثير سموي مباشر على الخلايا الظهرية الأنبوبية، كما أن زيادة تركيز هذه السلاسل في الأنابيب البعيدة تؤدي إلى تشكل أسطوانات سادة في الأنابيب البعيدة. لذلك يطلق على الكلي النقوية اسم آخر، هو احتلال الكلي باسطوانات السلاسل الخفيفة اللايت تشين كاست نيفروباثي. تعد هذه الاسطوانات من أهم أسباب القصور الكلوي الحاد أو المزمن لدى مرضى الورم النقوي العديد. أيضا من الآليات هو الورم النقوي العديد
بترافق مع ارتفاع كالسيوم، فممكن يحدث اعتلال الكلي بفرط الكالسيوم. الخلايا البلازمية المتكاثرة تؤدي إلى إفراز سيتوكينات تحرض زيادة نشاط كسيرات العظم أوستيوكلاست، فيزداد الانحلال العظمي مما يؤدي إلى ارتفاع كالسيوم الدم. قد يسبب اعتلال الكلي بفرط الكالسيوم بلتفهية كلوية المنشأ أو قصور كلوي. طبعا مثل ما ذكرنا ارتفاع الكالسيوم ونقص البوتاسيوم قد يترافقوا اثنيناتهم مع بلتفهية كلوية المنشأ. أيضا من الآليات هو اعتلال الكلي بحمض البول. الخلوي وبزياده بتقلب الخلايا او بسموه التيرن اوفر ترافق مع زياده انتاج حمض البول، لانه مثل ما بتعرفوا حمض البول هو نواتج تحطم النويات، النواة هي اللي بتحوي سلاسل البورين، وهي النويات وقت اللي بتتحطم بكميات كبيرة فبتؤدي لإنتاج البورين بكميات عالية، البورين بتحول لحمض البول وبيرتفع حمض البول بالدم. لذلك مرضى النقرس دائما بتقولوا لهم تجنب أكل اللحوم الحمراء، لأن اللحوم الحمراء عادة بتكون نوياتها كبيرة وبتحوي على مقادير عالية من البورين، لذلك بيزداد إنتاج حمض البول. زيادة الأهبي لحدوث قصور كلوي حاد. يعد الورم النقوي العديد عاملا مؤهبا لحدوث قصور كلوي حاد عند حقن المواد الضليلي. وطبعا مثل ما ذكرنا أنه مضاد الصفار إجراء تصوير الضليل عند مرضى السكري، ومثل ما ذكرنا دائما أي مريض سواء كان سكري ولا غير سكري عنده ارتفاع بأرقام البولي والكرياتينين لازم تتخذ إجراءات احتياطية لحماية الكلي من الإماهة وإعطاء البيكربونات والإنستيل سيستيين. في حال حدوث أذي كلوي حادي ناجمي عن نخر أنبوبي حاد تتراجع عادة ويحدث الشفاء، لكن غالبا ما يحتاج المريض للتحال أكثر من مرة رسمات جدد الأنامي. والآلي الأخيرة هي القصور الكلوي المزمن. هلا تظاهرات سريرية لداء الورم النقوي العديد، طبعا هو بشكل أساسي تدرسه بأمراض الدم، لكن هم تظاهرات بعض التظاهرات ارتفاع كالسيوم الدم، قصور كلوي وارتفاع قيم الكرياتينين، قد يترافق مع فقر دم وآثار حالة للعظم تسبب آلام عظمية شديدة وخصوصا في الظهر. طبعا بشكل عام الورم النقوي العديد هو مرض الكبار في السن وبيترافق مع آلام عظمية شديدة، فأي مريض كبير بالسن عنده آلام عظمية شديدة يجب أن يدخل في التشخيص التفريقي الورم النقوي العديد. أول ما يوجهنا للشك بالورم النقوي العديد هو قصة الآلام العظمية، ألم في الظهر وفقر دم وارتفاع سرعة التثقل لقيم كبيرة أكثر من 100، لكن ما هي نوعية، لكن هو أحد الأمراض اللي ترتفع فيها سرعة التثقل أكثر من 100. الورم النقوي العديد والتدرن أو التي بي والخبثة. فإذا كان المريض عنده هيك تظاهرات بتعمل رحلان بروتينات كهربائي، إجراء الرحلان الكهربائي لبروتينات البلازما الذي بده وجود قمي ثاني نتيجة زيادة وحيد النسيج في الجلوبينات المناعية، كما يمكن إجراء رحلان لبروتينات البول اللي بيكشف بروتين دنس جونز في حال وجود. يتم تأكيد تشخيص الورم النقوي العديد بخزعة نقي العظم ومشاهدة ارتشاح النقي بالخلايا البلازمية الخبيثة، ويجب أن تكون نسبتها أكثر من 10%. خزعة الكلي تمكننا من رؤية الأسطوانات وتأكيد وجود السلاسل الخفيفة فيها من خلال تلوين المناعة. هاي خزعة نقي أو بتشاهدوا فيها تكاثر شديد للخلايا البلازمية، هاي الخلايا البلازمية اللي شايفينها، هذا رحلان بروتينات كهربائية
القمة الأولى هاي احنا نسميها قمة الألبومين، بعدين بتجي ألفا 1 وألفا 2 وبيتا، والقمة الأخيرة هي جاما. عاتر عند الشخص طبيعي هاي القمة الأخيرة اللي شايفينها بمنطقة الجاما ما بتكون لها ارتفاع شديد، فعندما بتشوف رحلة البروتينات القمة الأولى هي الألبومين، الثاني ألفا 1 وألفا 2، بعدين القمة الثالثة هي بيتا، والقمة الأخيرة هي جاما. عند الشخص طبيعي ما تكون بهالارتفاع هذا الجمة، فلما بتشاهد انه قمة الجمة تقريبا مشابهة لقمة الألبومين، فهذا بيوحي بشدي بالورم النقوي العديد، لانه بتكون على حساب الجلوبينات المناعي. على العلاج طبعا يعالج الورم النقوي العديد ببروتوكولات كثيرة وفقا لأمراض الدم، لكن بشكل عام الإنذار مقبول والشفاء ممكن، لكن بشرط الكشف المبكر والعلاج الدائم. هلا بننتقل للداء النشواني من نمط AA او داء النشواني الجهازي او الثانوي. كان يدعى سابقا بالداء النشواني الثانوي، يكون مرافقا لامراض التهابيه مزمنه. مثل ما ذكرنا اهم الامراض اللي بتؤدي لحدوث داء نشواني ثانوي هي حمى البحر الابيض المتوسط، وامراض النسيج الضام مثل التهاب منفصل الرثاني، والإمتانات المزمنة بشكل عام مثل ذات العظم والنقي وتوسع القصبات والسل. تشتق المادة النشوانية في هذه الحالة من البروتين المصل المرتبط بالأميلويد AA، ينتج بروتين يعني سيروم أميلويد أسوشيتد بروتين في الكبد استجابة للحالات الالتهابية. هذا يعد أحد بروتينات الطور الحاد مثل CRB والESR، يعني هدول بسموهم مرتكزات الطور الحاد، كما يزداد في حالات الالتهاب المزمنة مثل حمى البحر الأبيض المتوسط والخبثة. هلا حالة سريرية مثل مريض يعاني من توسع قصبات منذ 20 عام، جاك عم يشكي من مضمات طبيعية وضخامة كبدي وطحالية، ما أهم التشخيص التفريقي. طبعا المريض اللي عنده توسع قصبات بيكون متعرض لإمتانات مزمنة بالقصبات ولفترة طويلة، فإذا عنده وزمات طبيعية وضخامة كبد وطحال، فهوني أنت أمام إنه يكون عنده داء نشواني ثانوي أو قصور قلب أيمن قلب رئوي، لأنه توسع القصبات على المدى الطويل بيؤدي لارتفاع التوتر الرئوي، وبالتالي بينعكس بيؤدي إلى قصور بالقلب الأيمن، وهم نسميه القلب الرئوي. طبعا القلب الرئوي هو قصور بالقلب الأيمن، وبالتالي بيؤدي لحدوث وزمات وضخامة كبدي وطحال. هلأ رح ندرس حمى البحر الأبيض المتوسط. طبعا هي مرض روماتولوجي بشكل أساسي، ولكن مذكورة هون فقط من أجل الإصابة الكلوي. حمى البحر الأبيض المتوسط تسمى أيضا بالداء الدوري العائلة، هي مرض وراثي منقول بصفة جسمية مقهورة، تنتشر طبعا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وطبعا شائعة في سوريا وبعض البلدان العربية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، تظهر بشكل رئيسي في سن الطفولة أو الشباب. الآلية الإمراضية طبعا توجد طفرة وراثية تؤدي إلى حدوث خلل بالعدليات وحدوث التهاب ذاتي، ومن أهم الانترلوكينات اللي بتتواصل بحمى البحر الأبيض المتوسط هو الانترلوكين 1. التظاهرة السريرية هي لازم تنتبهوا لها، أنه تأتي على شكل هجمات متكررة، تدوم الهجمة الواحدة حوالي 1 إلى 3 أيام، وبتألف الهجمة من الحمى 38 إلى 40 درجة مئوية. وطبعا الحمى لذلك أصلا سميت حمى، لأنه الحمى دائما موجودة عرض ثابت. الأعراض الثاني التهاب مصليات، واللي بيتظاهر على شكل ألم بطني معمم بسبب التهاب بيرتوان، وقد يقلد ألم البطن الحاد والتهاب الزائدي. وكثيرا من مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط وخصوصا ببداية الهجمات بيتعرضوا لاستئصال زائدي يعني بشكل أجريسيف، وبدون ما يكون عندي مريض التهاب زائدي، بكون الأصل بالأصل هو المريض عنده التهاب بالبريتوان، ولكن بسبب يعني الشك بالتهاب الزائدي بيفتحوا البطن بلاقوا الزائدي سليم. فأغلب مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط بيتعرضوا لاستئصال زائدي بدون استطلاع. طبعا
طبعا من التهاب المصليات اللي بيترافق مع حمى البحر المتوسط، ألم جنبي بيؤدي لالتهاب جنب، وألم مفصلي بسبب التهاب الغشاء الزليل للمفاصل. بتترافق الهجمة الحادي مع ارتفاع بروتينات الطور الحاد اللي هي SAA، وأيضا تترافق مع ارتفاع سرعة التنفل وإيجابية CRB. وبالتالي أهم اختلاطات حمى البحر الأبيض المتوسط هو تطور الداء النشواني الثانوي من النمط AA طبعا على المدى الطويل بعد 20 إلى 25 سنة. انتبهوا هون، ذكركم يا الأستاذ، 4 حالات في الطب الباطني تقلد البطن الجراحي، يجب نفيها قبل فتح البطن، وهي هجمة حمى البحر الأبيض المتوسط، وأيضا الأزمة النفروزية، هذا أحد اختلاطات النفروز رح ندرسه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، وعندنا البورفيريا الحاد المتقطعة تظهر على شكل ألم بطني حاد أو بطن حاد، والبولنج الرصاصي اللي بيحصل عند المرضى اللي عندهم تسمم بالرصاص. هلأ تشخيصها وإنذارها، كان سابقا التشخيص وما زال يعتمد على القصة المرضية الوصفية، وهي هجمات متكررة عفوا من الحمى والألم البطني والألم المفصلي والتهاب المصليات، والقصة العائلية الإيجابية أحيانا تكون أكثر من فرد بالعائلة، مثل ما ذكرنا هي بورث بصفة جسمية مقهورة. يمكن تأكيد التشخيص من خلال تحري المورثي، طبعا في طفرات شائعة بكل بلد، فبيتحروا عن الطفرات هاي بواسطة البي سي آر، سابقا ما كانت متوفرة أما حاليا صارت متاحة، يعني سابقا كنا نشخص سريريا ما كان إلى أي تحليل مخبري، فقط أنه نراقب سرعة التنفل والسي آر بي ونعتمد على الهجمات متكررة. عفوا بس ثواني. نتابع المحاضرة. سابقاً كنا نعتمد بتشخيصها سريرياً فقط، أما الآن ففي طفرات ممكن طلب عيارة، فإذا كانت إيجابية بتأكد لك تشخيص حمى البحر الأبيض المتوسط. تحدث هجمات الفاميليا ميديتيريان فيفر في وقت أبكر من بدء تطور الأذية الكلوية عادة، لذلك من المهم كشف المرض مبكراً في مرحلة الهجمات وقبل تطور الداء النشواني. وعند كشف المرض لدى أحد أفراد العائلة من الضروري التحري عنه لدى بقية الأفراد، وإعطاء الكولشيسين مباشرة لمن تثبت إيجابية الطفرة عنه، لأنه في حال حدوث الداء النشواني عند المريض يصبح القصور الكلوي شبه محتوم ولا يفيد سوى غسيل أو زرع الكلي. العلاج يكون بإعطاء الكولشيسين مدى الحياة، وهو يحد من حدوث الهجمات الحادة، كما يمنع تطور الداء النشواني ولكن لا يفيد أثناء الهجم. طبعا الكولشيسين هو الدواء التقليدي يخفف شدة الهجمات وبيباعد بينها. طبعا هذا الدواء التقليدي أصبح دواء قديم، هلا في دواء أحدث منه مو مذكور هون، وهو عبارة عن أضاد وحيد النسيلي موجهة ضد الانترلوكين 1 اللي هو بيلعب الدور الأهم في تطور حمى البحر الأبيض المتوسط، واسمه أنا كيرا. دواء فعال
أكثر بكثير من الكولشيسين، ولكن الكولشيسين هو الدواء التقليدي. هل تأثيرات جانبية للكولشيسين؟ دكتور ممكن تعيد اسمه؟ دكتورة، هو الضاد وحيد النسيلي موجهة ضد الانترلوكين 1 واسمه الأنا كينرا A-N-A-K-I-N-R-A أنا كينرا. طبعا هو الضاد وحيد النسيلي غالي الثمن وتعطى على شكل حقن تحت الجلد، ولكن فعالي جدا. التأثيرات الجانبية للكولشيسين، أهم أشعة التأثيرات الجانبية للكولشيسين هي الاضطرابات الهضمية، إسهال وغثيان، ومن التأثيرات الجانبية النادرة له هو العقم عند الذكر والأنثى. طبعا هذا الموضوع العقم بالنسبة للكولشيسين هو موضوع في عليه خلاف. بعض المراجع بتقول أنه بيؤدي للعقم، بعض المراجع بتقول أنه ما بيؤدي للعقم، ولكن من الشيء الثابت هو أنه أثناء استعمال الكولشيسين يؤدي لنقص الخصوبي، بيؤدي لأنه هو بالأصل دواء مضاد للانقسام الخلوي، وبالتالي بيؤدي لنقص الخصوبي عند النساء، وبيؤدي لنقص عدد الحيوانات المنوية عند الذكور. لذلك الأستاذ ذكر قد نضطر لإيقاف الدواء قبل حدوث الحمل بفترة شهرين أو ثلاثة كي يتراجع العقم المحدث بالكولشيسين. لكن هو موضوع خلافه، بعض المراجع بتقول انه قد يؤدي لحدوث العقم، ولكن العقم ما بيكون بشكل دائم، بيؤدي فقط لنقص الخصوبي، لانه بيؤدي لنقص بعدد الحيوانات المنوي. طبعا الدواء لا يعد مضاد للصفار اثناء الحمل، ويجب ان تتابع المريضه تناول الكولشيسين. هلا رح نحكي بشكل سريع عن التهابات الكبد والكلي الثانوي في سياق الانتانات، ومن أهمها هو التهاب الكبد والكلي التالي لالتهاب الشغاف تحت الحاد. انتبهوا، الصب آكل التهاب الكبد والكلي التالي لالتهاب الشغاف تحت الحاد وليس الحاد. التهاب الكبد، التهاب الشغاف الحاد ما بترافق مع التهاب الكبد والكلي، فقط اللي تحت حاد يحدث في سياق التهاب الشغاف تحت الحاد، واللي بيكون ناجم عن العقديات بشكل أساسي. تتشكل معقدات مناعية تالي لإصابة الشغاف تتوضع في الكلي وتسبب أبي كبي. التضاعر السريري متعلقة بالإصابة الكلوية. طبعا بتدهور وظائف الكلي، وبيظهر أيضا بيلي دموي مجهري وبيلي بروتيني تحت نفروزي. يمكن في بعض الحالات أن تطور متلازمة نفروزي أو التهاب كبد وكلي مترقي بسرعة، الربط البروغريسيف أو ذو الأهلي، وذلك بحالات نادرة. طبعا التشريح المرضي، تكون موجودات الخزعة متنوعة، قد تكون من التهاب كبد كلي بؤري، وقد تأخذ شكلا منتشرا أو شديدا مع تنمي خارج الغشاء القاعدة. دراسة بالتألق المناعي تظهر وجود معقدات مناعية على حساب الاي جي والسي 3. التظاهرات المخبرية في سياق التهاب الشغاف تحت الحاد، تلاحظ وجود معقدات مناعية جائلة في الدوران، وأيضا بترافق مع نقص المتممي C3 وC4، ووجود الكرايو جلوبولين أو بسموها البروتينات القرية من النمط الثالث. أيضا قد تكون ASLO الانتسربتوليزين أو مرتفعة في حال كانت إصابة تالي للعقديات، وأيضا في 10-15% من حالات التهاب الشغاف تحت الحاد بيكون العامل الرثياني إيجابي. انتبهوا، إيجابية العامل الرثياني. أحيانا بالأسلي طبعا يعني بريوس مليفي ممكن يحط لك إيجابية أضاد نوع، أضاد نوع بتكون سلبية، أما العامل الرثياني ممكن يكون إيجابي. هلا العلاج، يعالج التهاب الشغاف بالصادات، وغالبا ما تحسن وظائف الكلي بعد علاج التهاب الشغاف والإنذار جيد نوعا ما. التهاب الكبد والكلي في سياق الملاريا بيحدث نتيجة ترسب للمعقدات المناعية المتشكلة نتيجة إصابة في الكبد الكلوي، ما يؤدي إلى التهاب كبد وكلي في سياق الإصابة بالملاريا. الموجودات السريرية تظهر على شكل والمخبرية تظهر على شكل بيلي بروتيني متوسطة مع بيلي دموي مجهري، قد تكون الإصابة شديدة حيث تترافق مع حدوث تناظر نفروزي وتطور قصور كلوي، وهذا غالبا بيحدث عند الأطفال المصابين
بالملاريا إلى أنواع مثل ما بس تدرسوا الإنتاني إلى أربع أنواع، وخصوصا بالملاريا الربع كوارتان ملاريا. طبعا قد تؤدي معالجة الإنتان إلى تراجع الإصابة الكلوية، إلا أنه يمكن في بعض الحالات وخاصة في حال الوصول للمتلازم النفروزي والقصور الكلوي يمكن أن لا يحدث تحسن حتى مع شفاء الملاريا. هلا هذا نوع نادر التهاب الكبد والكلي التالي لتجرسم الشنط الدماغي. عادة مثل ما بتعرفوا بالجراحة العصبية الشنط الدماغي يستخدم في حالات استسقاء الدماغ، وله نوعين شنط دماغي أذيني بطيني بسموه الفينتركو أتريال، وشنط دماغي بيرتواني بكون الشنط من الدماغ للبيرتوان أو بحطه بالإذيني اليمنى. أحيانا بيخضع هذا الشنط اللي مكونه عبارة عن قسطرة تتجرثم، ويؤدي تجرثم الشنط إلى تشكل معقدات مناعية تترسب في الكلي ويحدث بشكل أكبر عند الأطفال. غالبا ما تكون العوامل الموربة لما بتكون العقديات البشروية الإبيديرمال أو الستارت أورياس العقديات المذهبية. الموجودات السرية بتكون بيلي دموية تحت مجهرية وبيلي بروتيني نفروزية. العلاج احتمالات الشفاء تكون كبيرة لالتهاب الكبد والكلي طبعا، لأنه هذا بيتطلب تعطيب الصادات، وطبعا بهالحالة لازم استبدال الشنط المجرحم. هلا رح ندرس اعتلال الكبد والكلي الثانوي في سياق الخباثات وأهم السرطانات الدموية. يمكن أن تترافق بعض اللمفومات والإبيضاضات مع اعتلال في الكبد والكلي، وغالبا ما تكون من نوع التهاب الكبد والكلي المنمي الغشائي الميمبرانو بروفيراتي. كما يمكن أن تترافق مع أنواع أخرى مع اعتلالات الكبد والكلي، ومن أمثلة على ذلك أنه مثل ما ذكرنا لمفوما هوجكن أكثر ما تترافق مع الداء قليل التبدلة. الإنذار بشكل عام جيد بسبب تراجع الأذية الكلوية بعلاج الخباثي. هلا رح نحكي بشكل سريع عن لمفوما هوجكن وداء قليل التبدلات. كثيرا ما تترافق لمفوما هوجكن مع حدوث داء قليل التبدلات، واللي قلنا هذا أهم سبب للمتلازمة النفروزية بظهر على شكل بيلي بروتيني فقط. الإنذار بشكل عام جيد نسبيا، فلمفوما هوجكين هي من أفضل اللمفومات إنذارا بالنسبة لاستجابتها للعلاج بتكون جيدة، فعلاج اللمفوما يؤدي إلى تراجع داء قليل التبدلات. هلا الشغلة المهمة هي السرطانات الصلبي، يمكن أن تترافق أيضا بعض السرطانات الصلبي مثل ما قلنا على حساب الأعضاء الصلبي مثل الكولون والمعدة وسرطان الرئة مع اعتلال في الكبد الكلوية. وانتبهوا في حال ترافق سرطانات الأعضاء الصلبي مع التهاب الكبد والكلي فإنه غالبا ما يكون من النمط الغشائي ميمبرانس جلوميرولونفرايتس. هلا السرطانات الغدية وهي هي مثال عن سرطانات الصلدي، أهم الأدينو كارسينوما في الجهاز الهضمي والثدي والرئة، ومثل ما بنعرف يحدث الميمبرانوس جلوميرولونفرايتس التهاب الكبد والكلي الغشائي بسبب ترسب المعقدات المناعية على الغشاء القاعدة، وبهذه الحالة يكون مصدر المصدات هو الورم. لذلك وكقاعدة عملية عندما نشخص التهاب كبد وكلي غشائي عند مريض لا سيما إن كان متقدما في السن يجب البحث عن سبب ثانوي لالتهاب الكبد والكلي الغشائي، وبشكل أساسي يجب أن نتحرى عن وجود سرطاني غدي أدينو كارسينوما باستخدام وسائل استقصائية مختلفة مثل التصوير الطبقي المحوري التنظير هضمي علوي وسفلي. فإذا ما وجدنا أي نوع من السرطانات وقت من شخص التهاب الكبد والكلي الغشائي بدأ. الإنذار جيد نسبيا عند الكشف المبكر لاحتمال تراجع الأذية الكلوية باستئصال الورم، إلا أنه إذا كان الورم منتشرا عندها يكون الإنذار سيء، طبعا يكون الإنذار سيء بسبب ورمه وليس بسبب الإصابة الكلوية. هاي النقطة المهمة، كل التهاب وكبد وكلي غشائي عند مريض مسن تجاوز 60 سنة هو أدينو كارسينوما
حتى يثبت العكس، وخصوصا في الكل. فإذا جاءت مريض عمره مثلا 50-60 سنة وعنده متلازمة نفروزية، عملنا له قزع كلي، طلع عنده التهاب الكبد وكلي غشائي، بهالحالة يجب البحث عن سرطان آخر، هو يعني هاي بسموها متلازمة نظيرة ورمية. فالسرطان مثلا الكولون أو سرطان الرئة أو سرطان الثدي بيؤدي، فبتحدث التهاب الكبد الكلي الغشائي كمتلازمة نظيرة ورمية. وبهيك بكون وصلنا لنهاية محاضرتنا. إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. ما في حدا على أي سؤال؟ دكتور المحاضرة الماضية هيك درسناها ثقيلة شوي، هي شلون تجي الأسئلة منها؟ دكتور أنا بعرف المحاضرة إنه كانت ثقيلة شوي، طبعا ما رح أنا أسألك مثلا الذوب الحمامية الجهازية، هي يعني تعرفوها وتعرفوا طبعا التهابات الأوعية. طبعا ما رح أسألكم عن التهابات الأوعية، إذا بدي مثلا أسألكم بسألكم عن الأطراف اللي تشارك في التهابات الأوعية، ما رح أسألك بالتفصيل عن واغنر ولا الميكروسكوبيك بولي أنجايتس ولا لا، يعني رح تكون شغلات بسيطة وما رح أطالبكم فيها، لأنه بالأصل هي شغلات اختصاصية، وما بعرف هي بالأصل محطوطة بمنهات بشكل يعني أوفر كتير كتير، يعني كان المفروض تنذكر ذكر، لأنه هي الأمراض تندرس بأماكنها. يعني عندك مثلا التهابات الأوعية مكان دراسته مو أمراض الكلى، مكان دراسته هو الروماتولوجي أمراض المفاصل مو هو. عندك مثلا الذوب الحمامي الجهازي لازم تدرس بعض الأمراض والأمراض الشائعة فقط، ما راح يعني أسألك عن الشغلات يعني الكبيرة دقيقة، تكون ما في مشكلة إن شاء الله. بايزك خير دكتور. على السلامة. ولا يعني أنا كنت وعلى كل حال أنا راح ببعث لزميلي تكون شو الشغلات اللي ممكن مطالبين فيها، لأنه بعرف أنه وهي المحاضرة كثير كانت أوفر يعني صراحة، لأنه كلها عبارة عن أمراض تدرس بأماكن أخرى، وحتى إحنا يوم اللي كنا ندرس أمراض الكلي ما كانوا يحطونا إياها بهالحجم هذا الكبير، ولكن منها هيك مذكور. فشو بدي أعمل؟ الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Thank you.